صدق أو لا تصدق. سائق قطار انتهى دوامه فترك المسافرين وعاد لمنزله. عندما انتهت فترة مناوبة سائق قطار إسباني، قرر أن يعود إلى منزله من دون أن يفكر أنه ترك أكثر من 100 شخص وقد تقطعت بهم السبل على بعد 300 كيلومتر من محطة الانطلاق، فقد توقف فجأة خارج المدينة بعد ساعتين من انطلاقه. وبعد ساعات عديدة وصلت خدمة الحافلات البديلة لنقل الركاب، ووصل الركاب إلى وجهتهم عند حلول الساعة 2:30 صباحاً. والجدير بالذكر أن شركة القطارات قدمت اعتذار للمسافرين فضلاً عن فتح تحقيق في الحادث. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.